السلام الله عليكم، معكم الدكتور محمود الصوص، علاج طبيعي وتأهيل. أفضل تمرين علاجي لمرضى الرعاش أو الباركنسونز ديزيز اللي ينتج عن تلف في خلايا الدماغ وموت في خلايا الدماغ، وهذا بعطي أعراض عصبية وأعراض نفسية، منها المشي بتكون بشكل ارتجاج مع حركة الإيدين مع انحناء في القفص الصدري وفي المنطقة الصدرية من العمود الفقري، ومع مشي بطريقة إنه نحرك جرينا شوي 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 بهذه الخطوات. هاي الحالات الشديدة أفضل تمرين ممكن أي واحد يعمله، اللي هي في الفترة الصباحية لما الشخص يكون مرتاح بعد ما يصحى من النوم ويشرب شيء ويفطر وكل شيء تمام، ببلش عملية الجلسة العلاجية اللي بدها تكون فقط عملية مشي على الأسطح بدون لبس الأحذية. هذا المشي طبعا بده يكون على أسطح آمنة، ما في ممكن يكون فيها ضرر نتيجة المشي عليها، لأنه في عنا مشاكل في الأحاسيس عند هدول الأشخاص، ويكون في حدا ماشي متابعهم في الموضوع المشيات أو الحركات هذه، ويكون في عنا موسيقى إيقاعية، أي موسيقى بيحب يسمعها، ممكن يحط فيها سماعات عدنة أو ممكن يحط موسيقى اللي تكون الحركة أسهل. وفي هاي الحالة ممكن نحط ملح، ممكن نحط صرار بسيط هيك مضحبر، ممكن نحط رمل، ممكن نمشي على البلاط الخشن، ممكن نمشي على الأسطح الخشنة، ونمشي بالطريقة اللي نعمل عملية تحفيز للجهاز العصبي من أسفل الرجلين وعمل ضغوطات. وكمان ما تنسوا انه اي واحد عنده باركنسونز ديزيز في عنا تشنجات كبيرة بتصير في عضلات البطة، وبيكون فيها آلام كثيرة وخشونة بشكل كبير، وهذا بيؤدي لصعوبة الحالة. فهاي الحركة والمشي على الصرار والمشي حاف القدمين هذا بيرخي العضلات لأنه بحفز الأعصاب من القدم اللي يوصل بشكل ارتجاعي للدماغ. فالمشي ممكن يكون مشي طبيعي شوي شوي، ممكن بعدين نحاول نمشي شوي شوي نرفع أصابع رجلينا قد ما نقدر بمساعدتنا للشخص، ممكن بعدين نمشي على رؤوس أصابعنا شوي شوي قد ما نقدر شوي شوي، ممكن بعدين على الكعب بالطريقة هذه. وهذا أفضل أسلوب في تحفيز الجهاز العصبي وتنشيط عمل الدماغ عند هدول الأشخاص. بس يعملوها 15 دقيقة 10 دقائق، بديش يتعبوا.